تحية لكم مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من همزة الوصل وموضوع مطروح للنقاش وهو مبادرة حياة كريمة. هذه المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتعد من أهم المشروعات التنموية في تاريخ مصر، تستهدف تغيير وجه الحياة خاصة في القرى المصرية، تستهدف بناء الإنسان تنمويا واجتماعيا وصحيا وتعليميا وثقافيا. المهمة الأولى للمبادرة هي بناء الإنسان بشكل سليم على جميع المستويات من خلال الاهتمام بالتعليم والصحة والسكن الكريم والخدمات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وأيضا الحد من معدلات البطالة بتوفير فرص عمل لملايين من الشباب والقضاء على الفقر ورفع معدلات التشغيل. إذن سؤالنا في هذه الحلقة على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهمزة وصل هو: كيف تعمل حياة كريمة على بناء الإنسان العبور إلى المستقبل؟ فاصل قصير نتابع بعده تقرير يحمل مزيد من التفاصيل، وبعد نبدأ في تلقي الاتصالات الهاتفية. منذ عام 2014 وعلى مدار 8 سنوات ومهمة بناء الإنسان المصري على رأس أولويات أجهزة الدولة، تأكيداً على دور المواطن في تشكيل القاعدة التي تمثل جسر العبور إلى الجمهورية الجديدة. لذلك تهتم الدولة ببناء المواطن المصري ليكون على أفضل مستوى ثقافي وتعليمي وصحي، مع توفير حياة مناسبة له يتاح فيها المقومات الأساسية للبناء السليم للشخصية. ومن هنا جاءت فكرة المشروع القومي مبادرة حياة كريمة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتتمثل المهمة الأولى لمبادرة حياة كريمة في بناء الإنسان بشكل سليم على جميع المستويات من خلال توفير فرص تعليمية جيدة وخدمات صحية مناسبة، بجانب تطوير مراكز الشباب وإتاحة إمكانيات متعددة للترفيه، وقبل كل ذلك توفير مسكن مناسب وملائم يصون كرامة وأدمية المواطن المصري. ووضعت الدولة رؤية استراتيجية متكاملة الأركان لبناء الإنسان المصري، خصوصا أنه يظل المحور الرئيسي لعملية التنمية الشاملة، حيث تتضافر جهود مؤسسات الدولة من أجل النهوض وتطوير قطاعات الصحة والتعليم وتحقيق الحماية والرعاية الاجتماعية للطبقات الفقيرة. وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها العالم والأزمة الاقتصادية التي لم تحدث منذ الحرب العالمية الثانية وتأثيراتها السلبية على اقتصاديات الدول النامية، إلا أن الدولة المصرية حرصت على استمرار العمل بمشروع حياة كريمة. ولا شك أن مستقبل الدولة المصرية يعتمد على ركائز العلم والبحث العلمي والعمل المؤسسي، وهم الطريق الصحيح لبناء مستقبل واعد. كان هذا تقرير حمل تفاصيل أكثر عن مبادرات حياة كريمة، وللمزيد من النقاش حول هذا الموضوع معنا هاتفيا الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التخطيط والتنمية بجامعة الفيوم. أهلا بك يا دكتور. أهلا بك أستاذ أحمد، أهلا وسهلا. يعني إذا كنا نتحدث عن بناء الإنسان المصري صحيا وتعليميا وثقافيا وغيرها من الخدمات المقدمة له بشكل يحقق له حياة كريمة، ماذا أضافت مبادرة حياة كريمة إلى تلك الجهود؟ طبعا مبادرة حياة كريمة يعني زي ما بنقول دائما أنها من أفضل المبادرات، ليس فقط في تاريخ الدولة المصرية وأضخم هذه المبادرات، ولكن هي الأضخم والأكثر تأثيرا على مستوى العالم بشهادات دولية، نظرا لكثرة المجالات التي تعمل فيها هذه المبادرة، سواء من بنية تحتية تتعلق بالحياة الكريمة للإنسان خاصة بترفيق القرى والمجتمعات الفقيرة، ترفيق يعني توصيل الكهرباء ومياه الشرب النقية، الصرف الصحي، المحافظة على الغذاء النظيف، الخدمات المقدمة للمواطن، والقضاء على فكرة الطوابير الطويلة التي كان اعتاد عليها المواطن، والانتقال من قرية إلى قرية أخرى أو من القرية إلى المركز لإجباء احتياجاته. الآن أصبحت كافة هذه الخدمات متاحة داخل هذه القرى من خلال إعادة تأهيل المستشفيات والمدارس وأقسام الشرطة ومراكز الخدمات الاجتماعية المختلفة، وترصيف طبعا الشوارع والانتقال بسهولة ويسر من المدينة إلى القرية، فأصبحت هناك خدمات اجتماعية كافية ذاتية لإشباع احتياجات مواطني القرى والنجوع والعزب المحيطة بها، وبالتالي ليس هناك حاجة ملحة للوصول إلى القرية، لأنه المستشفى موجودة، المدرسة موجودة، اسم الشرطة موجود، التجمع الصناعي موجود اللي هو مجمع الخدمات، سواء اللي هو المجمع التجاري والمجمع الإنتاجي والمجتمع الزراعي، ف
فبالتالي فكره الانتقال من مكان الى اخر مش موجوده، فمصر بتنتقل الى ما يسمى المدن المستدامه، والمدن المستدامه متعلقه بشكل كبير جدا بالمبادره الرئاسيه حياه كريمه. هذه المبادره او مبادره المدن المستدامه او المدن صديقه البيئه التي اطلقتها الدوله المصريه منذ اسبوع تقريبا، بترتبط بالحياه الكريمه، فكره انه اوفر مجتمع نسبه الخضار فيه عاليه، المرافق بتكون كبيره، مستوى المباني صحيه الى شكل كبير. احنا بناخد النموذج الاجنبي دلوقتي في البناء اللي هو بيعتمد على نسبه الخضار بتتجاوز 70%. يمكن القرى المستفيده من حياه كريمه هي المدن والقرى الاكثر ارتباطا بمؤشرات الهدف رقم 11 في اهداف التنميه المستدامه العالميه، فده متاح جدا او بتساعد على توفيره المبادره الرئاسيه حياه كريمه. نعم، يعني رغم التحديات التي تواجه مصر والعالم، لكن مبادرة حياة كريمة مستمرة في مهمتها لتحقيق حياة كريمة للفئات المستهدفة. أهم التحديات التي تواجه هذه المبادرة برأيك؟ هو كانت طبعا التحديات مرتبطة بمسألة التمويل، ولكن الدولة المصرية رغم هذه التداعيات كما تفضلت انها قدرت مصر تتغلب على هذه التداعيات من خلال تقنين الاراضي، تقنين مساله البناء، انتزاع الاراضي التي كانت في حوزه الدوله وتم الاستيلاء عليها، المبالغ التي تم توفيرها من التعديات وغيره بيتم تسخيرها للحياه الكريمه بالاضافه الى منظمات المجتمع المدني. فاحنا لدينا تحديات ماليه، ولكن استطاعت الدوله ان تتغلب على هذه التداعيات بالشراكات المتعدده مع المجتمع المدني والقطاع الخاص والقضاء على مسألة التعديات على الأراضي الزراعية ومخلفات البناء. هذه المحصلات كلها تم تسخيرها للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، فبالتالي هنتكلم حوالي في 200 مليار سنويا، الحمد لله بيتم تدبيرهم بشكل كبير رغم هذه التداعيات. التداعيات التانية مرتبطة بوعي المواطن ازاي يقدر يشارك في هذه المبادرة وازاي يقدر يحافظ على مكتسباتها، فمسألة الوعي بأهمية المرحلة وخطورة الموقف و احتياج الى مساله التكاتف والاصطفاف في عمليه التنميه هي تحدي كبير جدا. نعم، ايضا يعني دكتور البدل. تمام دكتور صلاح، يعني ما يتعلق بواقع الريف المصري، كيف ساهمت المبادره في تغييره الى الافضل؟ زي ما قلت ان هو فكره يعني استعاده الوجه الحضاري للقريه المصريه. احنا بنتكلم دلوقتي 70% من المجتمع المصري اصبح حضري، يعني نسبه الريف حوالي 30%، مش بس القضاء على الثقافه الريفيه ولكن فكره تحضر الريف المصري، اصبح كل الخدمات المتاحه في المدينه متاحه في الريف، وبالتالي فكره شكل البناء ان احنا منعنا التعدد الافقي، بدانا نسمح بالتمدد الراسي، منعنا التعديات على الارض الزراعيه، مجمعات صناعيه موجوده، مراكز خدمات موجوده، فبالتالي فكره الهجره الداخليه من الريف الى القريه تم القضاء عليها بشكل كبير جدا، نسبه بسيطه جدا بيهاجروا او بيفيدوا الى المدينه لانه اصبح هناك سوق عمل ومراكز بالخدمات ربما تسمح باشباع الاحتياجات الاساسيه لاهل الريف، بالاضافه الى المشروعات متناهيه الصغر وبرامج التمكين الاقتصادي التي اطلقتها مش بس وزاره واحده، وزارات عديده الان تعمل في مجال المشروعات متناهيه الصغر علشان تقدر تغني ابناء الريف من الهجره سواء الى المدينه او الى خارج الدوله المصريه. القضاء على معدلات البطاله بشكل كبير، هنتكلم النهارده معدل البطاله اخر تقرير صادر من اسبوع 7.4%، كنا 13.4% في 2014، فلما انا اقول ان معدل البطاله وصل الى 7.4%، معنى ذلك انه هذه التجمعات الصناعيه الكبيره والمشروعات القوميه العملاقه التي تكاد تمتد في كافه ربوع المحافظات المصريه بتستوعب عدد كبير جدا من العاملين، وبالتالي بتحد من مساله البطاله. فكره بقى الدخول في المدرسه دلوقتي بنتكلم يمكن 2% فقط من الاطفال لا يلتحقوا بالمدارس، او 2 من 10 فقط، فاحنا بنقول انه ان شاء الله على 2023 هيكون كل الاطفال المصريين مقيدين في المدارس، وبالتالي بعد على 2030 مش هيكون عندنا معدل نسبه اميه موجوده في مصر بشكل او باخر. ربط الخدمات اللي بتقدمها الدوله بمحو الاميه كشرط اساسي للحصول على الدعم النقدي، ده كمان بيجفف منابع الاميه داخل القريه المصريه بحيث يصبح المجتمع الريفي هو مجتمع مثقف، مجتمع واعي، مجتمع منتج، مجتمع قادر على اشباع احتياجاته الاساسيه.
تمام. ما يتعلق بالمرحلة الأولى من المبادرة يا دكتور، يعني لو بلغة الأرقام لديك إحصائيات عن الإنجازات التي تحققت خلال هذه المرحلة وما تستهدفه المراحل التالية؟ لا، هو طبعا الفكرة احنا بدأنا في يناير 2019، تمام، على احنا بدأنا كمبادرة رئاسية لحد 6/21، انا بسميها المرحلة التحضيرية، ودي حوالي غطت 300 قرية مصرية تم تسليمها بالمفتاح زي ما بيقولوا من حيث المرافق والخدمات الموجودة فيها، ومشاركة حقيقية مع المجتمع المدني اللي هو شارك بحوالي 20% من المخصصات المالية لهذه المبادرة. ثم تحولت المبادرة إلى مشروع قومي لتطوير الريف المصري، وتم تحديد موازنة ل 700 مليار جنيه على 3 سنوات بيتم توزيعهم، بيستوعب حوالي 4583 قرية مصرية وأكثر من 25,000 عزبة وناجع. احنا واخدين في المرحلة الأولى 52 مركز من المراكز المصرية في المرحلة الأولى اللي هي السنة دي هتنتهي في شهر 6 إن شاء الله اللي جاي. احنا بنتكلم على إنه عدد كبير جدا من القرى تم الوصول إليها، تم يمكن بنتكلم حوالي أكثر من 15 تجمع صناعي تم الانتهاء منه بالكامل داخل هذه المحافظات. في طبعا عدد كبير من المدارس مش يعني لسه طبعا في طور الإعداد عشان نقدر نقول إن احنا انتهينا كاملا من مسألة التشطيب، لكن عايز أقول إنه عمليات التأهيل وإعادة التطوير والترفيق لا زالت تعمل داخل هذه القرى، وإن شاء الله على 6 اللي جاي يكون في تقرير ختامي يمكن هكون غطينا أكثر من 60 أو 70% من القرى المستهدفة. نعم، يعني هذه المبادرة صنفت كأكبر مبادرة تنموية على مستوى العالم، وهناك دول ربما تحذو حظو مصر في مبادرة حياة كريمة. أسباب ذلك ومدى يعني تطابق هذه المبادرة مع النموذج الأمثل للتنمية بكل ما وضعته في اعتبارها من مقومات وظروف وأهداف وتم تحقيقها حتى الآن؟ طبعا في توجه من الدولة، وتم إعلان هذه المبادرة في COP27 اللي هو مؤتمر المناخ الذي انعقد في شرم الشيخ، المؤتمر الدولي انه تم اطلاق حياه كريمه في افريقيا، ان التجربه المصريه في تحسين الاوضاع المعيشيه والبيئيه للقرى المصريه، تم نقل هذه المبادره وتم التوجيه بنقل هذه المبادره الى افريقيا باعتبار انها مبادره شامله بتكلم في الغالب كافه مجالات التنميه، بتكلم عن تعليم وصحه وبنيه تحتيه وتمكين اقتصادي وتاهيل نفسي و ترفيق للمساكن، مسكن صحي مناسب ومراعاة المواصفات البيئية والصحية العالمية في المساكن. هذه التجربة التي تمت بجودة وتحسين جودة حياة المواطن المصري حققت نجاحات كبيرة ولفتت الأنظار إليها سواء على مستوى إقليمي أو مستوى دولي، وده اللي خلى أن كثير من الدول الأفريقية تطالب بتطبيق هذه المبادرة والاستفادة منها داخل دولها، وإن شاء الله هذا النموذج التنموي الرائع والفريد هيتم نقله بشكل كبير إلى أفريقيا، وتصبح مصر هي صاحبة الريادة وكما اتخذتها الأمم المتحدة نموذج للمبادرات الدولية باعتبار أفضل الممارسات التنموية على مستوى العالم. إن شاء الله تكون أفضل هذه التجارب وهيكون لها أكبر الأثر على مستوى إقليمي وعلى مستوى دولي. نعم، أشكرك دكتور صلاح هاشم أستاذ التخطيط والتنمية بجامعة الفيوم، وينضم إلينا أيضا عبر الهاتف الدكتور ياسر شحاتة خبير التنمية المحلية والمستدامة. بنرحب بك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك. يعني مبادرة حياة كريمة انطلقت في 2 يناير عام 2019، كيف تقيم وترى حجم الإنجاز الذي تحقق في هذه المبادرة ومردوده على أرض الواقع ولدى الفئات المستهدفة منها حتى الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا المبادرة حياة كريمة ده مشروع القرن بالفعل، وتجربة رائدة وفريدة بتعيشها الدولة المصرية تجاه أبنائها في الريف المصري. أولا يا فندم، دي مبادرة متعددة الأركان والتأثير، بدأنا من خلال 3 محاور رئيسية استفاد بيها الريف المصري، كان في الفترات السابقة كان مهمش لا 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 لا، فأشياء كثيرة بدأت الدولة المصرية من خلال أو من منطلق أن بناء الإنسان المصري هو
كيان ان انا الكنز الحقيقي لاي امه هو الانسان. فبس الدوله المصريه تشتغل وجهودها تكرس للريف المصري. بدانا نشتغل على 3 محاور رئيسيه. اول محور فيهم ان انا اشتغل ازاي ارفع مراكز البنيه الاساسيه، كفايه مراكز البنيه الاساسيه، ودي بتشرف عليها في الحقيقه وزاره التنميه المحليه ومجهوداتها الكبيره منذ بدايه هذا الامر بمساعده وزاره الاسكان والهيئه الهندسيه. بدانا نرفع كفاءه الكهرباء والميه والغاز والري الحقلي وكل هذه الامور اللي هي مواطن الارض، البنيه الاساسيه والعمود الفقري للتنميه المستدامه. بدانا كمان نشتغل على المحور الثاني الا وهو محور التنميه الاقتصاديه، العمل على التنميه الاقتصاديه وتوفير فرص عمل، وده كان بيشرف عليه او موجود بمسؤوليه الجهاز المشروعات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر بمساعده مؤسسات المجتمع الاهلي. وبدانا نقدم نشتغل على 4 محاور فرعيه في هذا المحور الرئيس. ابتدينا نشتغل على تدوير المخلفات، ابتدينا نشتغل على التاهيل المهني، بدانا نشتغل على الزراعه وهي قاطره التنميه. وفي البدايه اشتغلنا بقى من في داخل هذا المحور على التجمعات الصناعيه من منطلق ان التنميه الصناعيه الشامله هو الاساس المحرك لزياده معدل النمو ومن ثم رفع مستوى المعيشه. بدانا كمان في المحور الثالث لمبادره حياه كريمه، وانا دايما باكد على انها مشروع القرن بالفعل ومتعدده الاركان والتاثير في نفس الوقت. بدانا نتكلم على سكن كريم، وده بيبقى مسؤوليه او تولى مسؤوليتها وزاره التضامن الاجتماعي بمساعده الجمعيات المؤسسات المجتمع المدني. ويمكن احنا في عام 2022 ده عام مؤسسات المجتمع المدني ومجهودات الوفيره. بدا في هذا النطق ان احنا ازاي نشتغل على سكن كريم، توفير سكن كريم، توفير حياه ادميه للريف المصري كما يستحق. بدانا نتكلم على ازاي ان احنا نعمل توعيه من خلال قوافل بيطريه، من خلال قوافل طبيه، من خلال مصر بلا غريمات، من خلال تبطين الترع طبعا والامن المائي. بدانا كمان نتكلم على تجهيز العرايس، وده شيء في منتهى الاهميه. بدات تشمل هذه المبادره الريف المصري بكافه محتوياته او بكافه اشكاله. ليه؟ لان الانسان هو الكنز الحقيقي لاي امه. البطل الحقيقي لمعركه البناء والتنميه والرخاء على ارضنا الحبيبه هو الانسان، هو المواطن المصري. بدا يبقى فيه حلقه تواصل بين القياده السياسيه ومجهوداتها الحديثه تجاه هذا الامر لتوطين اهداف التنميه المستدامه من خلال الريف المصري. نعم. ما يتعلق بالتكلفه الخاصه بمشروعات حياه كريمه، والتي يعني رغم التحديات والصعوبات الاقتصادية ارتفعت من 600 مليار جنيه إلى نحو 1 تريليون جنيه، تم تحقيق أو إنهاء 30 ألف مشروع بالمرحلة الأولى من هذه المبادرة. يعني إذن بلغة الأرقام كيف تقيم ما تحقق حتى الآن وحجم الجهود المبذولة في هذه المبادرة؟ شوفي فندم، الدولة المصرية أي استراتيجية تنتهجها مصرنا الحبيبه بتضيف للاقتصاد القومي قيمه مضافه. يعني على سبيل المثال للحظ، لما حد يتكلم على القطار الكهربائي والمورونيل ان احنا تم اقتراض عشان اعمل، لا ده في مذكره التفاهم عشان الناس يكون واضح لها هذا الامر بصوره مباشره وبصوره واضحه. اتفاقيه هنا لما قربنا لمذكره التفاهم في القرض الخاص بالقطار الكهربائي، وانا هرجع لسعادتك على التكلفه الخاصه بمبادره حياه كريمه، احنا القرض اتاخد ويشتغل مورونيل بعد 20 عام ابدا اسدد. يبقى انا النهارده بدات استثمر استثمارات وانا بعد 20 عام هبدا اسدد القرض. لا، الامر هنا مختلف تماما. عندي مجهودات وكانت وحجم الانفاق على مبادره حياه كريمه. أنا من خلال مبادرة حياة كريمة، عشان كده يمكن قلت إن هي متعددة الأركان والتأثير في نفس الوقت، بشتغل ومجهودات الدولة من خلال الاستراتيجية الواضحة لبناء الإنسان المصري والمستهدف في الريف المصري والصعيد المصري. بدأنا من خلال بعد ما أنتهي من المرحلة الأولى 30 للمشروعات الخاصة بالمرحلة الأولى،
هنجني او الدوله المصريه هتجني ثمار هذا المشروع الضخم او هذه المبادره الضخمه، ينتفع بيها الانسان المصري البسيط في الريف المصري، ومن ثم يرتفع تسمع عندنا داخل الدوله المصريه، يبقى الاستفاده استفاده متبادله بين الطرفين، وهما مسؤوليه مشتركه معا ان الدوله المصريه بتشتغل وبتجتهد حول او بتستهدف ابنائنا من الريف المصري اللي كانوا فترات طويله مهمشين. بدا الريف المصري في قلب التنميه، التنميه احنا عندنا تحديات كثيره جدا، ولكن النهارده بدات تبقى في حداثه في الفكر المصري، بدات الدوله المصريه بتشتغل بشكل مختلف تماما عما بقبل، بدات الدوله كل امر محسوب، لان انا عندي استراتيجيه قوميه وكل حاجه عندنا في الدوله المصريه حتى تغير المناخ اللي احنا بنتكلم عنه النهارده، واستضفنا المؤتمر الكبير على ارض مصرنا الحبيبه، بدات الدوله المصريه مسبوقا او قبل المؤتمر بفترات بتعمل استراتيجيه قوميه ل 2030 2050 او 2050 للتغير المناخي، بدات تعمل لنا كمان مشروعات قوميه او من النصف الثاني ل 2014 وهي محمله باعباء وتهديدات كثيره. كان من الممكن وفي الحقيقه الامر في منتهى البساطه، في الحقيقه كان ممكن ما حدش يلوم القياده السياسيه على هذا الامر، ان هي هتتوجه للتصدي للتحديات والصعوبات اللي موجوده وما تشتغلش على التنميه، لكن لا، ده احنا النهارده بنشتغل بالتنميه، ده احنا بنحارب الارهاب في سيناء بالتنميه على ارض سيناء الحبيبه. فمن هنا اقدر اقول لحضرتك ان المجهودات وحجم المجهودات وحجم الانفاق اللي موجود، الدوله عامله حسابها كويس جدا، الدوله بتشتغل برؤيه شامله واضحه من خلال التعاملات مع كل المواقف ومع كل التحديات. لو مسكنا يمكن المحور الفرعي الاول في المحور الرئيسي الثاني في مبادره حياه كريمه، التجمعات الصناعيه. انا لما اشتغل على تجمعات صناعيه، انا بعمل مصنع كبير وحواليه مصانع صغيره، بدانا من هنا مردود هذا الامر ينتفع به ابناء الريف وتنتفع به الدوله وينتفع به الجميع. من هنا اقدر اقول ان الدوله المصريه وضعت استراتيجيات محدده للانتفاع بها للمواطن الريفي او للمواطن المصري بشكل عام، والمواطن الريف ابنائنا في الريف على وجه الخصوص، بدات الدوله المصريه تجني الثمار. النهارده لما بتشوف حضرتك الحداثه، ويمكن بتكلم على حداثه الفكر المصري، قطار من الشمال للجنوب من اسكندريه لاسوان، بدا النهارده الامر يتغير بخطوط عربيه من الشرق للغرب او العكس. فمن هنا حجم الانفاق اللي على مبادره حياه كريمه امر محسوب، زيادته محسوبه، زيادته عارفين او الدوله المصريه من خلال استراتيجياتها ووعي القياده السياسيه تجاه هذا الامر معروف احنا هنعمل ايه، مش بكره، ده بعد سنوات طويله. نعم. طب يعني ما يتعلق بتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيره والمتوسطه لبناء الإنسان اقتصاديا، تشجيع الابتكار وريادة الأعمال، أيضا هذا جزء يدخل في نطاق أهداف المبادرة، كيف تقيم هذا الجانب أيضا؟ أقيم هذا الجانب يا فندم من خلال إحنا من 4 أسابيع أو من 5 أسابيع تحديدا كان عندنا الاستراتيجية الوطنية أو المؤتمر الخاص بالملكية الفكرية. النهاردة لما حضرتك تتكلم عن إبداع، عن ابتكار، عن ريادة، أكلم أنا حضرتك كتقييم حول الملكية الفكرية. النهاردة بدأت الدولة المصرية تشجع من خلال استراتيجيتها، تشجع أبنائنا في الريف من خلال أن حضرتك عندك فكر، عندك فكرة معينة، أنا كدولة مصرية عندي التمويل، بدأت من هنا أشجع شبابنا أبدأ أشتغل. ويمكن البرنامج الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من أهم المشروع. والله أنا أقول لحضرتك بكل بساطة،
كل المشروعات اللي بتنتهجها الدولة المصرية وكل المبادرات اللي بتنتهجها الدولة المصرية بتفيد وبتعطي بالفعل للاقتصاد القومي قيمة مضافة. النهاردة لما أشتغل على ريادة الأعمال، لما أشتغل على الابتكار، لما أشتغل على الإبداع، لما أتكلم على حماية الملكية الفكرية وأعطي فكرة أو نسق محدد لحماية الملكية الفكرية لأبنائنا، بدأنا إحنا نشتغل على تشجيع الابتكار، تشجيع الإبداع. فكرة أبدأ الدولة ليه؟ لأن أنا عندي من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، المشروعات الكبيرة يا فندم لا بتمول بشكل كبير ويمكن المردود الخاص بها على المدى البعيد، وده نعم. بتتولاها رجال الأعمال والناس اللي عندهم خبرة طويلة في عالم البيزنس أو إدارة الأعمال. لكن المشروعات الصغيرة شاب صغير أو رجل كبير ولكن لديه من الخبرة الفنية في مجاله، خبرة الفنية فقط في مجاله، لديه الخبرة الفنية ولكن ليس لديه خبرة في إدارة الأعمال ولا الأعمال الاقتصادية. من هنا الدولة المصرية بتحاول أو بتقول له عندك فكرة، تعالى أنا عندي تمويل. بدأنا للمشروعات المغذية ورشة جنب مصنع، بدأ الأمر النهاردة من معامل بطالة كبير، من هنا يقدر يخفض نسب البطالة، من هنا يقدر كمان. ده النهاردة ما كانش الإنسان اللي دخل المشروعات الصغيرة مش بيتكلم على مشروعات صغيرة إنه يشتغل فقط، لا، ده بعد فترة من خلال التسويق ومن خلال تدخل الدولة المصرية معاه ورعايته يبدأ يكون صاحب عمل. فمن هنا أقدر أقول إن إحنا نشاطنا وعملنا ناتج قومي كبير من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال العامل الاقتصادي، من خلال النهوض بأبنائنا في الريف بشكل خاص والدولة المصرية بشكل عام حول إدارة مشروعاتهم، وفي نفس الوقت اقتصاديا وبدأت أقلل نسب البطالة، بدأت أتكلم على المشروعات بشكل كبير. أي دولة أو الدول اللي بتنتهج برنامج أو برنامج مخصص للمشروعات الصغيرة بتنجح وبتزدهر. منها على سبيل المثال ألمانيا اشتغلت على المشروعات الصغيرة، وده عندنا الدنمارك اشتغلت، معظم دول العالم اشتغلت على اللي بتنتهج التقدم، اشتغلت على المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. إذن إجمالا أؤكد على أن الدولة المصرية بترعى لبناء الإنسان المصري، بترعى لأنه الكنز الحقيقي كما ذكرت، بترعى أبنائها في الريف، بترعى أبنائها في الصعيد. الدول النهاردة أو المؤسسات العالمية بتشيد بجدية الحكومة وجدية الدولة المصرية من خلال مجهوداتها في برنامج، ويمكن صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية أرسلت خطاب بتشيد به لوزارة التنمية المحلية، بتشيد ببرنامج تنمية الصعيد وأيضا تنمية الريف، والبقية تأتي. مصر مزدهرة في أبنائها، مصر جميلة، تكتمل الصورة واضحة بشكل أكثر ازدهارا. نحن نعيش بازدهار، تزيد أكثر ازدهارا من خلال عام 2030. نعم، أشكرك دكتور ياسر شحاتة خبير التنمية المحلية والمستدامة. وما زلنا معكم في همزة وصل، وهذه مساحة للتواصل عبر السوشيال ميديا. دعونا نلقي نظرة على أهم التعليقات التي جاءتنا على صفحة همزة وصل إي جي حتى الآن. هناء محمد بتقول إن مبادرة حياة كريمة تعد أكبر مشروع تنموي في تاريخ مصر الحديث، وترس محرك في عجلة التنمية المستدامة، تعد بمثابة أيقونة الجمهورية الجديدة في بناء الإنسان. معدلات الإنجاز التي حققها مشروع حياة كريمة خلال 3 سنوات غير مسبوقة في المشروعات القومية على مستوى القطر المصري لتحسين مستوى الحياة في كافة المجالات الصحية والبيئية والاجتماعية للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا. تحيا مصر بأبنائها المخلصين. أحمد سالم يقول أولت المبادرة الرئاسية حياة كريمة اهتماما كبيرا بملف بناء الإنسان ضمن تدخلاتها التنموية في كل المجالات من أجل توفير حياة لائقة لكل المصريين، لذا لم تهتم فقط بمشروعات البناء والتعمير وركزت في جزء كبير من اهتماماتها على ملف التوعية وتثقيف المواطنين بمختلف قضايا المجتمع. المبادرة الرئاسية بذلت جهودا كبيرة في حملة التوعية بجميع القضايا التي تهم المجتمع من أجل القضاء على كل العادات غير الصحية والتوعية بأضرارها على الأسرة وكل أفراد المجتمع، بهدف رئيسي هو بناء مجتمع آمن وراقي
يكفل حياة كريمة لجميع المصريين. أما محمد حسن يقول تعد مبادرة حياة كريمة التي أطلقها رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي باسم المشروع القومي لتطوير الريف المصري من أهم المشروعات والمبادرات التنموية في تاريخ مصر، فهي تغير وجه الحياة في القرى المصرية وتحقق طفرة تنموية فيها، وذلك في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة. كما تأتي المبادرة في إطار استراتيجية بناء الإنسان المصري من خلال الاهتمام بكل تفاصيل حياة المواطن المصري في كل المجالات، تعليم وصحة وخدمات اجتماعية وثقافية واقتصادية، وتوفير كل مقومات الحياة والحد من معدلات البطالة بتوفير فرص عمل للملايين من الشباب ورفع معدلات التشغيل والحد أو القضاء على الفقر. ناهد عبد الفتاح تقول حياة كريمة لا تحسن من جودة البيئة التي يعيش فيها الإنسان فقط، ولكنها تقوم بالتدريب على كثير من الحرف وتقدم كثير من برامج التوعية حسب ما يحتاجه الإنسان ليحسن من مستواه الثقافي والمادي. كما أن حياة كريمة تهتم بالصحة البدنية عن طريق قوافل طبية وحياة كريمة، وبذلك تبني الإنسان بدنيا ونفسيا للعيش في بيئة صحية. العبور المستقبل يحتاج امتلاك القدرة على ذلك، وحياة كريمة تعمل على تمكين المواطن البسيط من امتلاك القدرة على تحقيق مستقبل أكثر إشراقا. جمال عبد الحي زراد يقول مجرد كلمة، النجاح في مشروع حياة كريمة في كافة المجالات خاصة في مجال الصحة وليد العمل الجاد والمعرفة والخبرة التي يتميز بها المواطنون من أهل مصر من المشاركين في المشروع الذي سوف ينهض بأهالينا في قرى ونجوع مصر في كل مكان من مطروح إلى أسوان. شكرا أستاذ جمال. ومن هذه التعليقات عبر السوشيال ميديا دعونا نعود مرة أخرى إلى المداخلات الهاتفية مع المتخصصين، ونتواصل مع الدكتورة شادة عبد اللطيف أستاذ تنظيم المجتمع بجامعة حلوان بعد الفاصل. دكتور رشاد عبد اللطيف استاذ تنظيم المجتمع بجامعه حلوان، برحب بحضرتك في همزه وصل. اهلا 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 بيك. يعني اذا كنا نتحدث عن مبادره حياه كريمه، فهي مبادره وضعتها الامم المتحده او ادرجتها على منصه الامم المتحده للتنميه المستدامه. اذا كيف تقوم هذه المبادره بدور في تحقيق التنميه المستدامه في الاماكن المستهدفه وللفئات المستهدفه ايضا؟ أولا كل الشكر لكم أنكم مهتمين بهذه القضية. ومبادرة حياة كريمة حينما وضعت على منصة الأمم المتحدة، والأمم المتحدة قيمتها بأنها من أحسن التجارب اللي تمت في الدول النامية، ودي ليه أكثر من سبب. السبب الأولاني أنها يعني بالصفة الأساسية اللي ممكن تطلق عليها أنها مبادرة متكاملة الجوانب، يعني بتاخد الجوانب الاقتصادية والجوانب الاجتماعية والجوانب حتى الأمنية الخاصة بالمواطن واستقراره، والجوانب الصحية وكافة الجوانب المتصلة بضمان استقرار الأسرة المصرية أو استقرار المجتمع الريفي أو المجتمع القروي بصفة عامة أو المجتمعات الحضرية الموجودة في المدن والتي تعاني من مشاكل صرف صحي وغيره. فكانت الأمم المتحدة أطلقت عليها أنها مبادرة متكاملة الأركان في جمهورية مصر العربية. نعم يعني تمام، اتفضل اتفضل اكمل حديثك. الجانب الثاني ان مش بس كده، ان هم قالوا لفظ انا يمكن لغايه دلوقتي معجب بيه قوي، انها كانت مبادره ذكيه من القياده السياسيه في مصر انها تطلقها عشان تعلم الناس عمليه كيف يعني يعتنوا بالبيئه التي يعيشون فيها بانفسهم دون تلقي اي نوع من الدعم من الاخرين، ولكن هو دعم دولي موجود ل مساعدة القرية المصرية والمجتمع المصري لكي يعالج كثير من المشاكل التي لم تعالج خلال سنوات طويلة. طيب يعني هذه المبادرة أيضا تميزت بأنها قائمة على شراكة بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص. أهمية هذه الشراكة وكيف يمكن للمجتمع بمؤسساته أن يدعم هذه المبادرة، لأنه في النهاية الكل في قارب واحد. أولا الجزئية دي مهمة جدا، ويمكن ده الجزء الثاني اللي خلى زي ما بقول سيادتك إن هذه المبادرة مبادرة ذكية. القيادة السياسية لم
تهمل الشراكة وبناء القدرات سواء في الجمعيات أو المؤسسات الخاصة ومن رجال الأعمال الذين كان لهم فضل كبير في كثير من الدعم لدعم الجوانب التي لم تتمكن المبادرة من تغطيتها. فكان الشريك الأساسي هو الجمعيات الأهلية باعتبارها موجودة في كل مكان. الدولة بمؤسساتها التنفيذية لا تستطيع أن تنفذ إلى كل شارع وإلى كل مكان، ولكن يمكن من خلال القيادات الشعبية والقيادات السياسية الموجودة في المنطقة يستطيعوا أن يعبروا عن مشاعر الناس وعن مشكلات الناس، وبالتالي يوظفوا الإمكانيات توظيف صحيح وتوظيف دقيق دون أن يكون فيه أي نوع من إهمال أو نوع من تضييع الأموال في أماكن غير أماكنها الحقيقية. والرقيب الأساسي على هذه المشروعات هم أهل البلد نفسهم، أهل القرية نفسهم، أهل المجتمع المحلي بنفسهم، وبالتالي بيبقى الخدمة بتقدم وتقييم الخدمة من خلال المستجيبين ومن خلال المستفيدين، ودي الجزئية الأهم. ثم مشاركة القطاع الخاص سواء كان رجال أعمال أو جامعات خاصة أو مؤسسات خاصة تستطيع أن تسهم في معالجة المشاكل الخاصة بالبيئة المحيطة بها، ويحقق مكسبين. المكسب الأولاني إنها بيبقى نوع من المسؤولية الاجتماعية سواء من البنوك أو من الجامعات أو من الهيئات الخاصة، ونوع من ضمان الأمن والاستقرار لأفراد المجتمع المحيطين بالمؤسسة اللي هم بيخدموها وبيساعدوها وبيمدوها بالدعم المالي والدعم الفني. نعم، شكرا لك دكتور رشاد عبد اللطيف أستاذ تنظيم المجتمع بجامعة حلوان. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من همزة واصلة. أشكر لكم حسن المتابعة. إلى اللقاء.